هلا نزلت على مول سانكو بارك. بصراحة لازمني فستان يعني سبور شيك او شيك اكتر، فرح ادخل على ايبيكيول اخذ من عنده قبل هالمرة فستان واخذ من عنده جاكيت. هلا عاملين 50%، يعني الكواليتي تبعيته ما بقدر اوصف لكم قد ايه حلوة، فخلونا ندخل. يعني انا لي زمان ما لي نازلة على السوق بشي بخص الفساتين السهرة وتياب السهرة، بس قد ايه هيك أصبت بالإحباط يعني من الشيء اللي موجود. أول شيء الألوان كتير كتير فقحة، أوكي ما هي مشكلة بالنسبة للألوان، الأسعار ما هي مشكلة بالنسبة للأسعار، الموديلات ما هي مشكلة بالنسبة للموديلات. ما حسيت الشيء اللي نازل إنه أنت عندك خيارات كتير تختاريها أو تحتاري شو رح تختاري. بصراحة يعني أول شيء أنا ذوقي صعب بالنسبة لتياب السهرة، والشغلة الثانية ما لقيت هالشيء اللي كتير حلو. يعني دخلت على أفخم محل أول شيء، هذا يعتبر كتير محل مرتب وانه اكيد بتلاقوا عنده قطع وهيك. فكنت عم بعمل الجولة، حبيت الشيء الوحيد عنده هي الشناتي والشوزات لانه انا كتير بحب هذا الستايل، فصورت لكم اياهم. بالنسبة لفساتين السهرة او تياب السهرة مثل هلا هذا التولم اللي هو ما بعرف يسموه افارول او بيكون هيك طقم واحد، موديل الياقة جدا تعيس، سعره كتير غالي، لونه مقبول يعني، بس بالاخير افارول. هلا بعد ما رجعت على البيت بصراحة يعني الشيء اللي بالسوق بكبه وبعمي ألوان، يا إما فاقعة موديلات حلوة، يا إما موديل عادي بس لونه كتير راكز وقماشه حلو، فما توفقت. قلت خلص يا بنت من الشغلات اللي عندي رح أطالع، والمشكلة إنه السهرة اليوم، الحفلة اليوم المساء، فما بلحق إنه أخليكم تختاروا معي. بس أنا والله بصراحة محتارة أي فستان رح ألبس، فرح أشارك معكم من الشغلات اللي عندي هلا حضرتهم ورتبتهم، بحب هيك أفتحهم أحضرهم حتى أشوف وأقرر، وأكيد بقيسهم يعني إنه أي واحد رح ألبس. هلا أول شي عندي هذا الفستان، هذا الموديل طبعا اللي هيك هلا طالع على الكتام على الكتاف على زي الكتاف، هاد كتير هالموديل حاببته. فهذا الفستان نوعه ليجرا، واحلى شغله فيه انه له وقفه، فشايفين مثل ما هو هيك مفتوح على السرير هيك على اللبس، وطبقت عليه هذا الكمر الحجر الملون حتى يكسر من سواده شوي. وهي الشنتاي، هلا هي الشنتاي رح اشيلها على اي لبس رح البسه، بس هذا الفستان الخيار الاول مع هذا الطقم. هدول الله يخلي لي اهلي على اولادي بليلي اخذوا لي اياه، فكتير حسيته ناعم وحلو مع هاد الاسود، بحس هيك اللبس الاسود حلو معه الالماس الناعم. هلا احكي لكم على الكولونات، ما بستعمل غير بنتي حصرا، شوفوا شو بالنسبه للاسود بارلاك انجي، يعني البارلاك اللميع، وانجي اللي هو الرفيع، 15 بدن اخذته شوي كبير، هذا اللارج مقاسه. وهي الشنتاي، حلاوه الشنتاي انه بتطبق معي على كل شيء. هلا الفستان الثاني، هلا هذا على الحط، هو طبعا ما هيك لونه، لونه اغمق، ما بعرف ليش طالع لونه كتير احمر. انا المخمل بشكل عام ما بحبه، بس هذا على اللبس يا جماعه عن جد، شوفوا هذا اجاني وقتها من بريطانيا، يعني على اللبس انا اول ما اجاني هيك اقول هذا كيف يعني وضيق وكذا، بيعمل موديل كتير حلو. وكمان هيك يا تشوفوا شو قد بتشبه هي الياقة، هالياقة لانه انا بحب هذا الموديل. كمان على الكتف، على حرف الكتف، وهو لونه اغمق من مو احمر ابدا، على فكره لونه بوردو الغامق. طبقت معه هذا الاكسسوار مع انه ياقته كتير مفتوحه، وهو بيجي قصير وضيق وبكمام. هلا رح تلاحظوا انه اغلب فساتين السهرة عندي شيء بلا كمام. والخيار الثالث هو هاد، مشاركته معكم قبل هالمرة، بروكار زيتي مع الاسود، وهذا الكمر من زارا اخدته. هذا الكمر ساتان كتير بحبه مع الفساتين السهرة، كنت محتارة حتى انه احط هذا الكمر على هذا الفستان، بس حسيت لا الحجر احلى. فهدول هن الثلاث خيارات. رح فرجيكم الشوزات، عندي هذا الشوز من زارا، حلاوته انه هو له هذا الستراس، فهو كتير طابق مثلا مع هذا الفستان. انا بعرف رح تقولوا لي علا انه هذا الفستان، بس انا رح اقول انه ليش على الاغلب ما رح البس هاد، يعني اوريدي على الاغلب قررت انه شو رح البس، بس شوفوا لي قد ايه حلوين مع بعضهم الشوز مع الكمر مع الفستان.
فهاد هيك اعلى من هيك مستحيل البس. هدول الصابون بلبسون اللي هيك عالي من قدام عالي من ورا، ما بقدر البسون. والخيار الثاني هي هاي كمان سواري كلياتها برق، وإلها هاي الريبان المخمل من ورا مع هذا الفستان. هلا هاد رح ادخل معه الاسود اطبق شيء، يعني ما اخرج لون تاني. هلا وقت اللي قستهم على اللبس حسيت هذا اكثر شيء طلع حلو. ليش؟ لانه انا حفانه فهيك يعني لبق لي، واذا هلا ما لبسته ما راح يصح لي البسه مره تانية. فما بعرف، حبيت هاد كخيار، على الاغلب راح البس هاد. بس هذا كمان هيك وقت اللي عم بشوفه يعني انه هيك قد ايه حلو مع التطبيقه مع الشوز مع الكمر وهيك، كمان كتير حاببته. يا ريت كنت بقدر افرجيكم ياهن. هداك الخيار لا ابدا لانه عرضان علي شوي. فهدول هن بالنسبه لفساتين السهره. على فكره اليوم رح اصور لكم كل شيء بالحفله، يعني انا رح اروح ابكر شوي. رفيقتنا مثل ما قلت لكم جايبه توم صبيين، فعامله مباركه بالاوتيل وشي كتير مرتب، هي كتير مزوقه. فرح اصور لكم كل هاي الاجواء وكل شيء كانكم هيك حضرانين معي. اوكي، فهي الحفلات عنا عن جد كتير حلوه ونتسلى فيها وننبسط. انا بس الشغله الوحيده اللي باكل همها انه بتكون بالليل، بس رايحه معي اختي ورايحين معي رفقاتي، فهيك جروب يعني رايحين سوا ورجعانين سوا. وليلي اكيد رح تضل عند ابوها، رح انيمها واروح. وبس سكرت الفيديو طلعت على بنك اشوف عندي شغلات، فطلع عندي هذا الفستان. وقتها كمان اجاني من بريطانيا، ضيق كتير كان مستحيل، يعني خلاص قايمته انه هذا مقاسه اصلا مبعوض غلط، كان بالمقاسات الاوروبية 10 10، يعني 36 او 34 على ما اظن. فانه يعني مستحيل، يعني من قبل وقت كان وزني، حتى وقت اللي كنت انحف ما كان يجي علي. فقلت يا بنت جربي، هو معه شوي بسيطة مطة، هو كله هيك برق مشغول مع الذهبي المت والهيك مو الفاقع، الذهبي الفاقع. فاجا علي كتير حلو على اللبس، فخلص قررت انه البسه. ما كنت اتخيل انه يزبط علي، بس الحمد لله هلا بعد ما نحفت وهيك يعني كتير مبسوطة حالي. هلا عرفت انه انا عن جد نحفانة، يعني هاي الشغلة الحلوة. عم تسألوني انه علا قد ايه صاير وزنك؟ صاير وزني 64، برجع بذكركم كان وزني 88، هلا صاير 64. بس اللي بيشوفني وقت بيسألني على وزني بيقولي لا مبينه انه انحف، وطولي 165. المهم موديل الفستان هيك 3/4 كم، وظهره هيك ساحل شو بيقولوا له شوي، فهيك بسيط والسندل. انا كتير بحب هاي الفساتين اللي بتكون هيك ساويه كمام 3/4 كم، ما بحب كتير الشيال وهالقصص، بحب هيك الفساتين الرايقه. انا عم بدور على ليلي، دخلت هيك على الغرفه ما لقيتها، وانا مامنه انه هي هون. شوفوا وين شطحة حاطة مخدتها. مامي ما لقيتي غير هالمحل يا عمري؟ طالع طالع. شط منظر شط بضحك. سكوتي انتي سكوتي. حطيت مخدتها بأقرب نقطة وتشطحت. تعي لهون هون ليلي على السجادة، تعي هاتيها، تعي تعي. يلا اختس اختس. طلع شلون وسخت حالها، مسحت الاراضي بتيابها يا مامي. هلا جاي عند الكوفيره. هلا بتسالوني دائما علا انه انت عند مين بتروحي من الكوفيره؟ اذا بدي اعمل شعري، اذا اعمل ميك اب. هلا بصراحه مجربت كل عنتها، من التراك للسوريين. بس اكثر شيء برتاح، يعني بتكون عندي مناسبه وبكون هيك شيء واثقه انه رح يطلع حلو. عند ناي الصبايا ايمان ورشا شغلهم جنن كثير حلو. هن كان عندهم صالون بس هلا عم يشتغلوا بالبيت، عاملين غرفه بالبيت، فبجي لعندهم. هلا هن هون عايشين بهي السيتي. وصلت كمان، ما بقدر افرجيكم الشعر والميك اب، او الميك اب ممكن اقدر افرجيكم اياه.
ايه فوصلت هلا. هي بس المشكله انه اليوم على نفس المناسبه بيكون عندها زحمه، لانه من صبايا اللي جايين بيكونوا عندها، وانا باخر لحظه اخذت موعد. وهلا بعد ما وصلت على الاوتيل حبيت اشارك معكم هيك، طبعا ما بقدر، مستحيل اقدر اشارك معكم، بس ما لبست عبايه، لبست بنطلون وجاكيت لانه الدنيا برد كتير. والميك اب ما كتير واضح لانه الاضاءه ما هي واضحه كتير، يعني خافت شوي. فهلا وصلنا، ولا رح تشوفوا اجواء الحفله بتاخذ العقل. هلا انا بدايه الفيديو ما حكيت بالمقدمه انه اليوم حفله مباركة رفيقتي بمناسبه صبيان ما شاء الله، الله يخلي لها اياهم ويربوا بعزه ودلاله. وهلا وقت عم تشوفوا الحفله اكيد ما تنسوا تقولوا ما شاء الله والله يهنيها وتدعوا لاولادها اكيد. بنفس الوقت هي الولدان تقريبا 5 شهور او 4 شهور وهلا عملت المباركه، فهو الفيديو مو قديم، يعني هي تاريخ ولادتهم بالشهر 9 بس هلا لحتى عملت المباركه، وانا حبيت اشاركها معكم. تحسوا هيك انه طلعتوا بسهره معنا بالحفله وانتوا قاعدين ببيوتكم. كتير كانت اجواء الحفله حلوه، كتير ترتيبات حلوه، التحضيرات، الكوشه، الفكره اللي عاملتها كانت بتاخد العقل، الالوان المختارتها كلها كتير مرتبة. دائما بقلكم انه التصوير بيظلم الحقيقة، بالحقيقة دائما بيكون احلى، بيكون على الطبيعة، الالوان مبينة احلى، كله متناسق. اكتر شيء حبيته كان ترتيب الطاولات. هلا مثل ما رح تشوفوا كان بياخد العقل، مو الترتيب التقليدي اللي هو الطاولة المدورة وحواليها الكراسي، لا كان في ترتيب مختلف للطاولات وزينة الطاولات بتاخد العقل. بالنسبة للسوفينير كانت الفكرة كتير حلوة، كتير حبيتها. اللي بتشوفوها وقت اللي بندخل مثلا بتكون جاهزة السوفينير على الطاولة بقلب الصحن اللي شايفينها قدامكم، اللي هي المبخرة بالخط العربي منقوشة، كتير كانت مرتبة وحلوة. وهي بالنسبة للكوشة اللي هي فكرة الطاووس مع ألوان الطاووس، وهيك بتحسوها صايرة مثل حديقة أو غابة، وهذا قالب الكيك كتير كبير كتير عالي، ما بتخيل قد ايه على شكل طاووس. بالنسبة للديكور اللي عم بتشوفوه على الطاولات هذا كله من شركة التنظيم، الأوتيل ما بتدخل فيها، يعني الأوتيل بيعطيكم الصالة عبارة عن طاولة وكراسي وبس، يعني هاي القصص الزيادة اللي انتوا عم تشوفوها كلها ياتها من شركة التنظيم اللي هي بتعملها. شوفوا لي السوفينير قد ايه حلوة ومزوقة. هلا رح اترككم مع هيك مقاطع تتفرجوا وتستمتعوا فيها. Stay alive. At least we try to survive.
أكتر شيء لفت لي نظري بالحفلة هو فستان بنتها لصاحبة الحفلة. هي عندها بنتين كبار وهلأ إجاها التوم الصبيان الله يخلي لياهم جميعا يا رب. فبنوتها ما شاء الله هذا الفستان يعني هلأ بهالسن بيكون محير، هي عمرها 9 سنين فهالعمر كتير بيكون محير. قدي الفستان شيك وأكابر وحلو وموجود أونلاين، بظن أخذته من ترينديول، رح أسأل على التفاصيل وأحكي لكم عنها. وهيك كان العشاء وهيك بكون وصل لنهاية هالفيديو الحلو، أتمنى تكونوا استمتعتوا فيه وحبيتوا حسيتوا حالكم وأنتوا قاعدين ببيوتكم طلعتوا على سهرة بدون ما تتعذبوا بالشعر والميك اب والفستان وهالقصص كلها. على فكرة أنا كتير باكل هم هاي الشغلات، وبيكون عندي حفلة المساء كتير باكل هم هالقصص، يعني ماني من النوع اللي بحب كتير أنه اعمل هالشغلات. فصراحة بميل للزيارات الصباحية بالبيجاما وهيك مثل ما انت تفيقي وتلبسي بيجامتك وتروحي على صبحية اكتر من هالشغلات. ما بعرف مين مثلي، لا عندي رفقاتي بيحبوا كتير مثلا الحفلات والميك اب والشعر والفساتين وهالقصص كلها. طب والله انا ما بتستهويني، بتاخد كتير مني وقت من الصبح للمساء بضل عم بحضر لها. المهم الله يهنيها يا رب. وهيك بيكون وصلنا لنهاية هالفيديو الحلو، انتظروني بفيديو جديد ان شاء الله. ديروا باكم على حالكم، بحبكم كتير كتير، بايات وبوسات يا احلى عائله.